السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيباتي، أسعد الله صباحكم. كنتمنى إن شاء الله كيف ما العادة تكونوا على خير وبخير، ودائما ضاحكين ومتفائلين وبمزاج عالي وراقي إن شاء الله في هذا الصباح هذا. حبيباتي كيف ما وعدتكم سبق لي أنني وعدتكم، قلت لكم إن شاء الله غادي نشارك معكم مائدة الفطور ديال صباح يوم ذكرى مولد النبوي. فعلا بقيت عند وعدي وقديتها وصوبتها، وحب نشارك معكم يعني الاساس واللي هو ضروري في الطاوله ديال يعني المائده ديال الفطور ديالنا نهار الذكرى المولد النبوي اللي كتميز بها مدينتي اللي هي مدينه مكناس. هذه لالا هي الوصفه اللي كنت باغا نشارك معكم من اللي قلت لكم ضمن التقاليد ديالنا. اذا نبداو على بركه الله ونظروا للطاوله هاني كتشوفوها كيف ما قديتها. هي مائده الحمد لله بسيطه بمكونات بسيطه هذا، ولكن اللي هو اساس اللي حبيت نشاركه معكم اللي هو بالنسبه لنا استصبح ضروري في الفطور ديال الذكرى المولد النبوي، هي هاد اللي كنسميوها العصيده اللي كتصاوب. هي هادي لالا كنصوبوها بسميدة ديال الزرع، وتطيب بسميتو بالنافع والزبدة والمليحة حتى كطيب مزيان حتى كتعصد. هادشي علاش تسمات وتكنات العصيدة، حتى كتعصد مزيان. عاد يعني كاين اللي كيخليها هكاك، كاين اللي كيزيد فيها الحليب. انا شخصيا تنزيد فيها الحليب، علاش؟ لان وليداتي كيبغوها بالحليب، تنزيد فيها الحليب وتتعصد تتخليوها حتى كتقال مزيان، حتى كتقال مزيان. عاد كنضيفوا لها خلاص فاش كنزلوها في الطاوله كنقدموها مع الزبده والعسل اللي هي كتكون دائبه. ها هي دي كندوبوها ياك، وتنصبوها عليها هكا، وتنقدموها سخونه وبالصحه والراحه. هذه هي الوصفه الاساسيه اللي عندنا في التقاليد ديالنا ديال مدينه مكناس في الفطور ديال يوم الذكرى النبوي، زائد الرغيفه اللي كنصوبوها بالطريقه البلديه اللي كتعجن حتى هي بالنافع والزنجلان دعوق وهذا، وكنطفي يعني كتقلى، ومن بعد هذا نسقيوها بالزبده وبالعسل. انا ما كنسقيهاش بالزبده وبالعسل، شنو كندير؟ لا كنطفيها في العسيله غير شويه وتنهزها بحال كي كنديروا في الرغيفه ديال العيد، هذا العيد الفطر عيد الصغير. اذا هادو حبيباتي هادو هما الاساسيات اللي عندنا حنا في يعني في الفطور ديال الصباح عيد المولد النبوي، اللي هي العصيده واللي هي الرغيفه البلديه. انا شخصيا دابا قدمتها بشكل يعني بحجم صغير، ولكن في يعني في تقاليدنا في جدودنا وداكشي كيديروها كبيره، كنعقل على جدتي الله يرحمها وليها برحمه الله، كديرها كبيره وتقليوها في الزيت، ومن بعد كيسقيوها ما تطفيوهاش في العسل، كيسقيوها في سميتو في يعني في بالعسل، يسقيوها بالعسيله تجي هائله صدقوني، وكتكل سخونه هي في صباح العيد كتاكل تتكل سخونه. اذا انا درت هادو هما المكونات الاساسيه، رافقتهم بالبانكيك. راكو كتعرفوا كلشي كيعرف البانكيك كيفاش كيتصوب ولا غوسيت ديالو، وقد هذا هيئت له لاصوص شوكولا اللي كنصوبها انا بلا كريم فريش وبلينوازيت. كنحمر لينوازيت حتى كنحمرهم، تنحيد لهم القشيرات ديالهم وتندعقهم حتى كيوليو بودغ غبره. من بعد ما كندوب الشوكولا نواغ يعني الكاكاو اللي غالب، وتنزيد عليه لا كريم فريش حتى كنطفي عليها. من بعد ملي تتصب بماغي عاد تنضيف ليها سميتو لي نوازيت، تجي هاد لاصوص هائله ان شاء الله. دابا نشاركها معكم كيفيه التحضير ديالها. عندنا خلاص هذا البلدي اللي كنت قدمت لكم ديك الخطره غريبه ديال القرقاع، كتجي هائله مع الغريبه ديال الزنجلان والزبيب. عندنا البريوات معسلين
الكل كيعرف البريوات المعسلين هما من الاساسيات ديال المائده ديالنا. خلاص لي فخوي ساك هذا دي غاتو دي زاميزغو. عندنا البغرير حتى هو هذا حتى هو كنقدموه صغير وحتى هو راه دايره له سميتو باش كنسقيوه بزاف بالعسل والزبده. وان كيك اللي هو ان كيك دو شوكولا، كيك دو شوكولا مع قهوه تيجي هائل ان شاء الله. دابا نوضعوا لكم تيجي غزال، تيجي لا في المذاق ولا في الشكل، يعني همي في الحطه. وخلاص اتاي ضروري يعني اتاي مع العصير اللي هو كان هذا العصير المفضل بالنسبه لينا اللي هي سيترونات مع لو جينجومبر ومع اوريقات ديال القامه، تيجي غزال منعش وصحي حبيباتي. هذه هي الطاوله وهذه هي المائده ديالنا اللي يعني تنقدموها نهار العيد اللي تنفطروا بها. كل واحد وشنو تيدير في التقاليد وكل واحد شنو كيضيف، ممكن تضيف في مسائل اللي هي اللي كتعجبك في فطورك تتبغي تشاركي تتشاركيها مع وليداتك. حنا الاساسيات عندنا هي هذه العصيده كنعاود نكررها والرغيفه بالدرجه الاولى. خلاص البغيرات ولا مليويات ولا هذا اللي عنده شي حاجه راه تيقدمها وتيوضعها. اذا غنخليكم على خير وبخير وتنتمنى لكم ان شاء الله هاد الذكرى هادي وهاد الشهر المبارك يدخل عليكم وعلينا وعلى الامه الاسلاميه باكملها بالهنا والراحه والايمان والتقوى والامن والامان. وان شاء الله نكونوا على خير وبخير، وليداتكم ان شاء الله يكونوا على خير وبخير وبصحتكم وراحتكم. ونتمنى تعجبكم هذه الفكره ديال هذا وتشاركوني وتنتوما يعني توضعوا مائده بسيطه، راها بسيطه في حد ذاتها، راها بسيطه بمكونات بسيطه وكتفرح لك وليداتك. واهم شيء هي اللمه، اللمه راه شي حاجه كبيره 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 بزاف ملي كتجمعي مع وليداتك ومع الاسره الصغيره او كيزوروك العائله، راه شي حاجه كبيره صدقوني. راه الهلي خطي المجمع، الهلي خطي المجمع. وحنا المغاربه كنحماقوا على يعني نتجمعوا على المائده ونسلوا الرحيم ونتشوفوا يعني حتى على كاس اتاي وكويطويا، المهم الانسان يتشاف، هذا هو الاساس. اذا خليتكم على خير وان شاء الله يومكم يدوز على خير وبخير. وكنعاود نكررها لكم هذا ذكرى مولد نبوي سعيد ان شاء الله، وتكونوا على خير وبخير. والى الملتقى فيديو اخر ان شاء الله، وبوسه كبيره للجميع. وما تنساوش انكم تدعموني وتشاركوا في قناتي وتشجعوني، راه يعني بفضلكم كنزيدوا للقدام، وبفضلكم وبفضل تشجيعاتكم وبفضل على فكره بفضل يعني التعليقات ديالكم كنزيد انا للقدام وكنفكر في افكار وكن يعني تنبغي نشارك معكم اللي كان يعني اللي كنوجدوا لوليداتي ولا لنفسي ولا هذا، تنبغي نشاركوا معكم. والى الملتقى في فيديو اخر ان شاء الله، وخليتكم على خير وبخير.